مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوعي الإسلامي. في هذه الحلقة نستضيف المفكر الإسلامي محمد إلهامي، والذي له العديد من المؤلفات في مجال الحضارة والتاريخ الإسلامي. ونظرا لأنه إسلامي فلم يحظى طبعا بالاهتمام الواجب واللائق به في مجال الوعي الإسلامي، لو كان شيوعيا أو علمانيا أو ليبراليا لكان نجم شباك. أهلا بك يا محمد. اهلا وسهلا بك اخ صابر، مع تحفظي على كلمه مفكر اسلامي، ده تحفظ كلمه كبيره يعني، انما نحن من نقيمك يعني. يعني استاذ محمد، يعني نحن نتعلم من مقالات حضرتك كثيرا في التاريخ والسياسه والوقائع، والواحد بيفاجئ بامور يعني لم يكن يفهمها او يدركها يعني قبل ان يقرا مقالات حضرتك وما تكتبه يعني. فاستوقفني مما كتبت من المقالات التي كتبتها ان الدول تنشا بالسيف. نعم. يعني فلو أوضحت للمشاهدين كيف تنشأ الدول بالسيف يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شكرا على الاستضافة الكريمة أولا، وثانيا في مسألة نشأة الدول بالسيف، هو المدهش أن احنا بنندهش من هذه القاعدة. يعني نشأة الدول بالسيف هي الظاهرة البشرية الإنسانية الطبيعية الموجودة في كل الحضارات وكل التاريخ. يعني مسائل زي حرب اللا عنف أو الثورة السلمية، هذه مفاهيم مزورة مختلقة مزيفة ليس لها وجود في التاريخ، ولكن حقنت بها الشعوب أو يعني الحركات التي تم تدجينها وإدخالها في سلك النظام الدولي. لكن انظر إلى أي إمبراطورية في التاريخ، انظر إلى أي دولة، كل الدول قامت بالسيف، إما سيوف أهلها يعني الناس اللي قامت أقاموا دولتهم، أو سيوف القوى الدولية. القوى الدولية اتفقت فقسمت الدول وقسمت الأنظمة وكانت لها اتفاقيات، ففي النهاية حكمت الحروب أو حكمت السيوف على حدود الدول. يعني حائط برلين كيف نشأ؟ مش ألمانيا كانت دولة واحدة وبعدين قسمت إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وبعدين هدمت؟ حائط برلين نشأ لأنه الروس من جهة الاتحاد السوفيتي والغرب من جهة، هنا وقفت جيوش الطرفين. هنا وقفت جيوش الطرفين ومحدش بيتنازل عما اكتسبه، فخلاص بقوة السيف. فبقت ألمانيا التي كانت موحدة نصها تابع للاتحاد السوفيتي ونصها تابع للمعسكر الغربي. وقت ما انهار الاتحاد السوفيتي انهار حائط برلين ودخلت كل ألمانيا في المعسكر الغرب. ففي النهاية السيوف الحروب هي التي تحدد حدود الدول. ما فيش دول كده بتنشأ وتتحدد يعني بالسلمية يعني، ولا بالمظاهرات ولا بالبيانات ولا بالخطب. وأنا كما أقول هذه ظاهرة اجتماعية، هذه ظاهرة إنسانية، هذه هي القاعدة عبر التاريخ. الجديد اللي بيحاولوا يفهمونا إياه ويغرسوه في عقولنا وهو مزيف، إن الحقوق يمكن أن يحصل عليها بالمظاهرات السلمية أو البيانات أو بالسبل القانونية في محكمة العدل ولا في الأمم المتحدة ولا في غيره. طب هل في التاريخ الإسلامي نماذج مشابهة؟ ما هو عارف أنت، تعرف قول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني أنا لما أقول لك مثلا إيه المعجزة، إن السيدة مريم ولدت، إن سيدنا عيسى ولد من أم بدون أب، دي المعجزة. لكن البشر كلهم يولدون من أب وأم. فتيجي تقول لي طب ما تديني مثال على ناس ولدت من أب وأم. هو ما فيش كده يعني، هي الدول تنشأ بطبيعتها بالسيوف وبالحروب، وتصفر الحروب عن تغير موازين القوة. فكل الدول التي نشأت، نمسك أي حاجة، دولة النبي صلى الله عليه وسلم نشأت وتأسست بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم. الدولة الإسلامية الأولى نعم نشأت بالسيف، لا شك. إلا كيف تحددت حدود هذه الدولة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في الدعوة، بدأ في الدعوة في مكة. نعم. لما لم يستجب له أهل مكة، نعم، كان إيه شعار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه جدول أعماله؟ لو إحنا بنتكلم عن جدول أعمال، من رجل يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي. يبقى هو منذ اللحظة الأولى كان يطلب الوضع السياسي، الحماية السياسية قوم لهذه الدولة، قوم يحمونه ليبلغ رسالة ربي. فحاول هذه المحاولة أول الأمر مع زعماء مكة، زعماء مكة رفضوا. ماذا فعل؟
الخطوة الثانية في جدول الأعمال انتقل إلى الطائف. لما ذهب إلى الطائف لم يظل يدعو اللي ماشيين في الشارع واللي قاعدين على القهاوي ورعاة الأغنام اللي في الجبال، لا، ذهب مباشرة إلى الزعماء الثلاثة الكبار في الطائف، مركز القوة. مركز القوة، هو يطلب الحماية السياسية. لما رفضوا وردوه ردا مهينا عاد إلى مكة، لم يظل في الطائف، ثم ظل يعرض نفسه على القبائل التي تفد إلى مكة في موسم الحج، فيذهب إلى بنو عامر، يذهب إلى بنو شيبان، يذهب إلى فلان إلى فلان إلى فلان، تمام. وفي أحد الروايات أنه وهم كمان كانوا فاهمين، يعني أنا علشان أقول لك الموضوع ده ما كانش غامض، واحد أحد الروايات لبنو عامر يقول، بنو شيبان يقول: نحميك من جهة العرب، أما من جهة الفرس فإنما تدعو إليه أمر لا يحبه الملوك. يبقى أنا عندي حماية سياسية لكن من ناحية العرب، أما الفرس دول قوة دولية، دول دولة كبرى، وأنا ما أقدرش أتكلم مع إيه؟ مع القوة الدولية دي. فطبعا هي الرواية فيها خلاف، وهل النبي رد عليهم ولا، أنا بس مش عايز أدخل في التفصيل، أنا عايز أقول إن النبي كان يطلب القوة السياسية. لما النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على النفر من الأنصار، والنفر من الأنصار أتوا له في العام القادم بضعفهم، كانوا 6 وجوم العام القادم ب12، أرسل معهم فيما بعد سيدنا مصعب بن عمير. كيف نجح سيدنا مصعب بن عمير في فتح المدينة؟ بإسلام زعماء القوم، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. لما أسلم زعماء القوم بدأت تفتح المدينة، وساعتها بدأ النبي في التفكير في الهجرة إلى المدينة، تمام؟ بهذا الشكل. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يذهب داعيا، ما ذهبش وقال يذهب داعيا، لم يذهب داعيا، داعية يعني لم يذهب وقال لعبد الله بن أبي بن سلول: أنت خلاص خليك في موقعك من السلطة، أنا بس عايز حرية الدعوة، سيب لي افتح لي المساجد وسيبني يعني أخذ حرية القوم. لا، ذهب وأسس دولة منذ اليوم الأول، من اليوم الأول ذهب النبي هو قائد وزعيم النظام السياسي الجديد، الحاكم، نعم. ووضع دستورا بوضوح كده من ضمن مواده: وأن ما يكون بين أهل هذه الصحيفة من خلاف فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. نعم، دي وثيقة المدينة. بتقولي تاني معلش مولا؟ وأن ما يكون بين أهل هذه الصحيفة، الصحيفة اللي هي الدستور، من خلاف فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. يبقى هنا مرجعية النزاع القانوني حتى لليهود. طبعا حتى لليهود. ولذلك ايه اصل عداوة عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اصل العداوة انه كاد ان يتوج على المدينة ملكا، فجاء النبي فانتزع منه ايه هذا الحلم الرئاسي، هذا الحلم السلطاني، في وضع جديد ونظام جديد ورئيس جديد كذلك، تمام. فصار رأس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول. وفي رواية في البخاري عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يوم بعاث يوما قدمه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ايه يوم بعاث ده؟ احنا عارفين المدينة كان فيها اوس وخزرج، نعم. بعاث دي معركة هائلة اقتتل فيها الاوس والخزرج، نعم، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ففنيت فيها كبار القوم، أيوه. الزعماء الكبار فنوا في هذه الحرب، العقول متكلفة، فلم يظل الزعامات، زعامات المدينة لم يظل فيها الا الشباب، ودائما الشباب أكثر تقبلا للجديد، ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أرقوا قلوبا وأمضى عزيمة. فالمشهد اللي كان في مكة مشهد سادات القوم، الوليد بن المغيرة وأبو جهل، ومشهد سادات القوم ده ما كانش موجود في المدينة. في المدينة كانوا زعماء القوم شباب، وكانوا أكثر اقتناعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا ودخلوا في الدين. فشوف السيدة عائشة كان عندها هذا البعد السياسي الاستراتيجي، إن يوم بعاث كان يوما قدمه الله، يعني مهد الله به. ده السيدة عائشة. السيدة عائشة كان عندها وعي سياسي أكثر من عندها. كان عندها هذا الوعي السياسي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على قوم قد فنيت رؤوسهم الكبيرة، الناس العواجيز، مركز القوة، الناس العواجيز اللي هم خلاص انطبعوا على القديم ومش هيتغيروا، ما كانش لن تكون الدعوة كما كانت. طيب، فتأسست دولة النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول بهذا الشكل السياسي، تمام. وبدأ جهاد النبي صلى الله عليه وسلم منذ السنة الأولى للهجرة، لأنه كان الأول عايز يعمل تأمين للمدينة، نعم. يعني أنت دلوقتي لو نظرت في أطلس، في الأطالس التي تشرح السيرة النبوية، وبصيت كده على منحنى الغزوات،
هتلاقي منحنى الغزوات في السنة الأولى عالي جدا وبعدين يقل. ف يعني منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في تأمين دولته، تأمين دولته بتحالفات مع القبائل الموجودة أو بالقوة العسكرية، ولذلك بالسيف. نعم بالقوة العسكرية، لأنه صار هنا وضع جديد، صارت هذه الدولة دولة يعني محمية لا تجتاح هكذا يعني. ولذلك حتى لو تنظر في غزوة بدر، دي من الأمور اللي كتير ما حدش بيركز عليها، النبي صلى الله عليه وسلم خرج لمقابلة العير. أيوة. ثم أفلت القافلة يعني. القافلة قريش العائدة يعني. أفلت منه العير اللي هي الجمال. نعم أفلتت القافلة. نعم. وجي إيه بقى؟ جي الجيش. جيش قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الناس يحاربهم أو لا يحاربهم. نعم. عند بدر. وتمت حرب بدر. طيب السؤال هنا، ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسحب إلى المدينة؟ لماذا صحيح؟ لأن المدينة، لأن بدر هي من أحواز المدينة، هو من أرض المدينة. لأن بدر هي من أحواز المدينة. أحواز يعني؟ يعني من منطقة سيطرة المسلمين ونفوذهم الاستراتيجي. ضاحية يعني. العمق الاستراتيجي بتاع المدينة، المجال الحيوي في يعني بالتعبيرات السياسية الحديثة، العمق الاستراتيجي أو المجال الحيوي أو منطقة النفوذ. فلم ينسحب إلى المدينة، لأنه لو انسحب إلى المدينة انهار كل ما تم ترتيبه في السنتين اللي فاتوا. بخلاف لما حصلت حرب الأحد فيما بعد، كان في رأي نواجههم في المدينة ولا نخرج إليهم، بخلاف الخندق، لأن ساعتها موازين القوة كانت بتقول إن المدينة حصن ممكن ننطلق منه. لكن التراجع عما تم إحرازه في الفترات الأولى لم يكن مقبولا. تمام. وحتى في غزوة الخندق، ليه مثلا؟ أنا أقول لك على مثال تاني. أهل مكة حين دهمهم الفيل، عام الفيل، وأتى إبراهة الحبشي، ماذا فعلوا أمام الجيش الضخم ده؟ ماذا فعلوا؟ هربوا إلى رؤوس الجبال. ليس لهم قدرة على مقاومة الجيش الضخم العرمرم، تحصنوا في الجبال، فهربوا إلى رؤوس الجبال وتركوا المكان. طيب ليه المسلمين في غزوة الأحزاب ما عملوش كده؟ وأساسا كان جاي 10,000 مقاتل من أحزاب العرب، جيش الكفار 10,000 مقاتل مقابل كم من المقاتلين المسلمين؟ كل سكان المدينة بما فيهم نساء وأطفال في بعض التقديرات في ذلك الوقت 5,000. يعني جيش المسلمين 1,000. يعني أمر لا يمكن بالميزان القوى العسكرية أن تواجهه، لكن كانت هذه هي عاصمة المدينة، عاصمة الدولة الإسلامية التي لا يجوز أن تجتاح. ولذلك جاءت البشرة في تلك الغزوة بأنه بعد ما انتهت قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني بعد فشلهم في اقتحام المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية، هنا تأمنت الدولة الإسلامية سنة 5 من الهجرة. تمام. وهتبدأ بعد كده مرحلة الايه؟ الغزوات والفتوح. يعني في سلسلة حروب. نعم. اللي هي غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، سلسلة حروب أقام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية بالسيف. نعم. هذا وهكذا كل الدول، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء جديد أو بدعا، هكذا تاريخ كل الإمبراطوريات وكل الدول. اللي احنا حالا مش فاهمينه، من المؤسف ان احنا مش فاهمينه أو أنه يراد لنا أن لا نفهمه. يعني في الدول في التاريخ الإسلامي بقى أستاذ محمد، يعني أيضا ما النماذج الأخرى؟ نعم، دعنا نتكلم عن الفتوحات الإسلامية مثلا. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت الدولة الإسلامية لارتباكات. نعم. وارتدت بعض قبائل العرب وهكذا، حروب الردة. السؤال المطروح، طيب إذا في بعض قبائل العرب ارتدت، ليه منسبهم يرتد؟ ما هم حرين يعني. أيوة. لكن هذا لم يكن مسموحا به. ليه سيدنا أبو بكر جيش الجيوش لحرب المرتدين؟ إذا كنا نحن عمالين نتكلم في حرية الفكر وحرية العقيدة، يبقى ليه تحاربهم؟ غلط، لأنه ده يشبه الآن زي اسكندرية إذا حبت تنفصل عن مصر، أسوان إذا حبت تنفصل عن مصر مثلا. الحق الشرعي لرئيس الدولة أن يعيد هذه الأراضي إلى حوزة الدولة. هل هذا يناقش فيه أحد؟ لا. يعني لكن تجد أنه يناقش فيه مثلا في التاريخ الإسلامي إذا تقرأ شبهات العلمانيين والمتغربين وغيره. فأعاد سيدنا أبو بكر، قال أينقص الدين وأنا حي؟ يعني بعدما وصلت الدولة الإسلامية وبعدما وصل الإسلام إلى مساحة معينة وقوة معينة
ينقص وأنا حي؟ هذا لا يكون. بل النبلاء قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. من أجل عقال بعير؟ عقال بعير اللي هو إيه؟ اللي هو الحبل اللي هنربط به الزكوات اللي هتؤدى إلى رئيس الدولة الإسلامية. مش يعني عقال البعير الشنطة اللي هنشيل فيها الزكاة تيجي الشنطة كما كانت تؤدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع السيف وقاتل ودخل حرب لأجل ذلك؟ نعم. وأنا أحكي لك إنه هذا أمر لا ينتقد في كتابات المستشرقين. يعني أنت إذا قرأت كتابات المستشرقين يتعاملون مع تمدد الدولة الإسلامية تعاملهم الطبيعي مع الظاهرة التاريخية. هذا ينتقد في كتابات العلمانيين العرب والمتغربين العرب. يعني في كتابات المستشرقين لا تجد أحدا يدين أبو بكر لأنه أعاد وحدة الدولة. يعني هل هناك نماذج أخرى لقيام الدول في التاريخ الإسلامي بالسيف أو بالقوة؟ نعم، أنا أحكي لك كل الدول الإسلامية قامت بهذا المعنى، لأني كما أقول وأكرر هي ظاهرة تاريخية إنسانية طبيعية. والشذوذ، أو حتى أنا لا أتذكر الآن وجود شذوذ في هذه القاعدة، قاعدة أن الدول تقوم على أساس القوة. فأنت إذا تحدثت عن يعني الدولة الأموية، الدولة الأموية كان قيامها بالأصل هو من الاختلاف المشهور الذي كان بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية رضي الله عنه. ولولا هذه القوة، يعني وجود ما هو هي قوة معاوية ومعه أهل الشام وعصبة الشام، فرأى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه أن يتنازل لمعاوية عن الخلافة حتى لا يتفرق أمر المسلمين. فكان قيام الدولة الأموية هو يعني هذا القيام السلمي من جهة تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب، لكنه مبني في الأصل على وجود قوة. حدثت معارك قبل ذلك يعني. نعم حدثت معارك طبعا لا شك، بس القول إنه يعني هل لو كان معاوية ضعيفا كان سيتنازل له الحسن بن علي بن أبي طالب؟ لا يمكن. ده هو سيدنا الحسن تنازل لأن معاوية قوي، بل هو يعتبر أقوى عصبة موجودة وهي التي يمكنها أن تعيد وحدة الدولة الإسلامية، وهو ما كان. نعم. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم فعل الحسن. أيوة. وقال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. وظلت الدولة الأموية موحدة حتى فيما بعد لما حدث حروب داخلية طفيفة، لكن القصد إنه قيام الدولة الأموية كانت قامت على قاعدة العصبة الأموية ومركزها الشام. الدولة الأموية طبعا كانت دولة عظيمة جدا، فتحت العالم شرقا وغربا، قاتلت في 4 جبهات في وقت واحد، وهذا شيء يعني خطير غير مسبوق، يعني أن تقاتل دولة في 4 جبهات في وقت واحد. طيب، فإذا أتيت إلى الدولة العباسية التي بعدها وكظاهرة طبيعية، حينما ضعف بنو أمية وبدأ فيهم التفرق نشأت يعني ونشأت القوة العباسية والتخطيط العباسي، اجتاحت الجيوش العباسية، لا المطالبات ولا المظاهرات ولا الشعارات، الجيوش العباسية التي انطلقت من خراسان. المظاهرات هذه المظاهرات لا تفلح إلا في المطالب الصغيرة في الأنظمة الديمقراطية. يعني حتى الأنظمة الديمقراطية لا تصلح فيها المظاهرات لأمور كبيرة. أنت لعلك يعني حركة احتلوا وول ستريت، المظاهرات التي هناك أو التي كانت في هونغ كونغ قبل قليل، يعني هذه المظاهرات يتم فضها، لأن أي عمل ضد فكرة الدولة الرئيسية لابد أن يواجه بالقوة. فلذلك شوف يقول الشاعر لا عدل إلا إن تعادلت القوة. لا عدل إلا إن تعادلت القوة وتصادم الإرهاب بالإرهاب. ببساطة وبوضوح. لذلك النظام العالمي أو حتى النظم الإقليمية المحلية تريد أن الإنسان طالما شرطي ولابس لبس الشرطي فإن قتل فقتله شرعي. لو قلع بقى نفس اللبس ده ومسك نفس المسدس وضرب يبقى ده مجرم وإرهابي. وعلشان كده زي ما الشباب بيتريقوا إحنا على الفيسبوك يقول لك المجند إذا اتقتل في الجيش يبقى راح ضحية الإرهاب. هو بقى بعد ما يخرج من الجيش واتقتل من الجيش يبقى هو الإرهابي. يعني الأمر مرتبط بإيه؟ بشرعية زي الرسم. فالقصد إنه لما ضعفت الدولة الأموية ونشأت القوة العباسية أسست دولتها بالجيوش كذلك، وبرز فيهم القادة العسكريون
ويعني اذا قرانا في تاسيس الدوله العباسيه يعني امر ضخم يعني ومجهود كبير تاسس حتى ترس الدوله العباسيه الدوله الامويه وقد كان وهكذا لم ينتزع طيب. ملك استاذ محمد يعني نستناك لفيديو اخر نشاهد بعض مقولات ابو مسلم الخراساني القائد العسكري لجيش العباسيين وهو الذي اسس وانشا هذه الدوله فلنشاهد ثم نعود مره اخرى عدنا مشاهدينا مره اخرى تفضل استاذ محمد القصد انه القران الكريم عبر عن مساله الملك بقوله تنزع الملك تنزع الملك قل اللهم مش تسلم. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء هذا عطاء الله لكن ايه بقى وتأخذ الملك لا وتنزع الملك ممن تشاء نزع بالقوة النزع بالقوة ما معنى النزع يا مولانا هو هذا الأخذ الشديد العنيف كأنك تخرج شيئا من شيء يتم تمييزه نعم ولذلك يقال نزع الروح مثلا يعني الأخذ الشديد هو النزع فمسألة الملك يعني هي المسألة التي ليس فيها إلا النزع ولذلك قالت العرب الملك عقيم يعني الملك هو الحاجة اللي ممكن الأب يقتل فيها ابنه إذا انقلب عليه أو إذا ثار عليه أو خطط الثار عليه وممكن الابن ينقلب على أبوه ويخرج الأخ على أخيه فالملك عقيم ولذلك لابد استقرار الدولة لابد أن ينتهي إلى مركز قوة واحد وعلشان كده تجد حتى كل الانقلابات العسكرية لابد أن تقول إلى واحد لأن تظل سلسلة صراعات القوة الثورة تأكل أبنائه لابد يعني مش الثورة خلينا نقول الانقلابات لأن الثورة لها منازع أخرى في مسائل الملك الانقلابات يعني. العسكرية فقالوا الملك عقيم وقالوا لا يجتمع سيفان في غمد يعني الغمد اللي هو الحكم ده ما ينفعش يشيل إيه سيفين وقالوا الملك لا يقبل الشركة تمام وهذا حتى يعني مما هذا شوف هذا الطبع الإنساني الذي قاله العرب في جاهليتهم هذا الطبع الإنساني استدل به القرآن الكريم على وحدانية الله فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في الآخر الكون ده ما ينفعش تعمل له أصنام كتير ما ينفعش يبقى فيه أكتر من إله يعني هو مولانا ما ينفعش الإسلاميين والعلمانيين يشاركوا في الحكم ده بقى الكلام الفاضي او حل وسط طيب خلينا نتكلم الكلام العملي قبل نكمل تاريخ الدول ولكن قبل ان نترك هذه النقطه نذهب الى فيديو ثالث للرئيس المسلم اردوغان عندما قال ان الحكومات الائتلافيه اللي هي بين العلمانيين والاسلاميين سوف تقود تركيا الى الغرق وانها اشبه بمن يسير في بحر يسير بقارب مفقوب في بحر فنشاهد هذا الفيديو ثم نعود مره اخرى أنا لست زعيم حزب أنا رئيس للجمهورية لكن وبصفتي رئيس للجمهورية فأنا لا أريد أن أرى نفس المشهد الذي شاهدناه في انتخابات 7 حزيران فأنا أعرف ما هي مكاسب حكم الحزب الواحد لتركيا كما وأعرف ما هي الخسائر التي ستمنى بها تركيا في حال الاضطرار لعقد التحالفات ولهذا أريد من مواطني أن يصوتوا لحزب واحد يكون حاكما لوحده وبهذا فإن تركيا لن تخسر وقتها مرة أخرى هنا نحن بحاجة لتركيا قوية تحكمها حكومة قوية عدنا مشاهدينا مرة أخرى تفضل اسمعوا من الكلمات الأثيرة للشيخ حازم أبو إسماعيل فك الله أسره كان يقول لاحظوا كده أن الأمريكان النظام اللي عندهم نظام رئاسي لكن لما يدخلوا بلد يعملوا فيها النظام البرلماني راحوا أفغانستان راحوا العراق يعملوا النظام البرلماني نظام الشركاء المتشاكسون النظام اللي ما ينفعش يستقر النظام اللي دايما الحكومة فيه مهددة باستقالة وزير واستقالة 2 تمام هو ده اللي كان مطلوب ان هو يتعمل في مصر برضو ان هم كانوا عايزين يعملوا نظام برلماني لولا ان المجلس العسكري رفض ان هذه السلطة تروح يعني تذهب من بين يديه يعني فظل حريصا على نظام رئاسي وحتى مثلا تركيا
تركيا علشان يمنعوا الإسلاميين من الوجوء من القدوم للسلطة بعد انقلاب 1980 عملوا العتبة الانتخابية اللي هي ان مفيش حزب يدخل الا بعد 10% علشان يمنع الإسلاميين ويمنع الأكراد من الدخول. فكان هذا الشرط وهو طبيعي من الشروط التي لما قدمت حكومة العدالة والتنمية يعني انفردت بالوضع لان مفيش حد معدي العتبة. أيوه. عندنا في مصر كانوا عايزين يعملوا العتبة 1%. حصل. علشان الأحزاب بتدخل الانتخابات يعني او اقل كمان من 1%. التفتيت يعني. فالقصد انه شوف امريكا نظامها رئاسي لكن هي لما بتنزل البلد بتعمل ايه؟ بتعمل النظام البرلماني والنظام المختلط اللي هو نظام الشركاء المتشاكسون. فمفيش يعني في النهاية لابد ان يكون في دولة حكيمة. ولذلك حتى الشيخ حازم اسماعيل من اوائل الناس الذين قالوا حتى ارجع لهذا اللقاء في لقاءه مع يسري فودة الاول. كان بيقول ما ينفعش الحكومة يبقى فيها اتجاهات مختلفة. يبقى وزير العمال الاشتراكي ووزير السياحة الليبرالي ده كده المركب ما تمشيش. لازم يكون في رؤية واحدة تسير هذه الحكومة. ولذلك هو من البداية رفض تماما فكرة التوافق رغم ان هي كانت الفكرة الظريفة اللطيفة اللي كله عمال يتكلم عليها وفي الآخر لم تتحقق. طيب بس محمد سنخصص حلقة أخرى للشركاء. نعم ندخل في التاريخ لأنه الحديث مع حضرتك بصراحة يعني الله يعزك يعني سري وكذا. فنرجع لتأسيس الدول ونخصص حلقة أخرى لمسألة طبعا. نعم يعني إحنا كنا مثلا توقفنا عند الدولة العباسية. نعم. فقلنا أن الدولة العباسية نشأت بالجيش العباسي الذي خرج من خراسان واستمر إلى أن أنشأ عاصمته في الكوفة وظل يطارد المراكز القوى القديمة في الدولة الأموية. أيوة. وهنا ألفت النظر إلى أمر لكي تدرك منه مسألة القوة. الدولة العباسية حين قامت تعقبت كل من يمكن أن يكون أميرا أمويا. ليه؟ لأن الأمير الأموي ده إذا أفلت من السلطة العباسية سيفكر في استعادة دولته بطبيعة الحال. مراكز القوة في النظام القديم لابد أن يقضى عليها وإلا ستنقلب على الثورة الجديدة. زي ما احنا عملنا ده شيء طبيعي. لم يفلت من العباسيين إلا أمير أموي واحد أنشأ دولة في الأندلس اللي هو مين ده؟ عبد الرحمن الداخل. وكان فتى 19 سنة. لكن 19 سنة بالشرعية الأموية وبأنصار بني أمية في المغرب والأندلس أقام دولة. فيعني فعليا شوف وجهة النظر صحيحة هنا وصحيحة هناك. هو الراجل ده رغم أنه عيل 19 سنة إلا أنه لما راح الأندلس التفت حوله القوى الأخرى لأن هذا الرجل متمتع بالشرعية الأموية. هذه البلاد فتحها أجداده الأمويون من بيت الخلافة. من بيت الخلافة يعني هم تعقبوا كل الناس علشان ما ينقلبش على الثورة. واللي أفلت منهم واحد بس وأسس فعلا دولة في الأندلس. تمام. فيعني مسألة القوة ولذلك لم تستقل دولة إلا بالقوة. وانت يعني هم سابوه لا ابدا ده طردوه وحصلت عليه ثورات وهو يعني استطاع القضاء عليها. في الاخر هو اسس دوله الاندلس برضه بقوته. وكان ويعني لما كانت ناس بتقول ده حظه حلو ازاي عيل 19 سنه خارج من ناحيه العراق يفضل يهرب يعدي الشام ويعدي مصر وكل الشمال الافريقي يدخل الاندلس ويعمل دوله. فكانوا يقولون يعني حظه حلو. فهو كان بيرد عليهم بيقول ايه سعدي اللي هو الحظ سعدي وعزمي سعدي وعزمي يعني مش الحظ بس ده شوف انا عملت ايه. كان يقول سعدي وحزمي والمهند والقنا السيف والرمح ومقادر بلغت وحال حائل ان الملوك مع الزمان كواكب نجم يطالعنا ونجم آفل والحزم كل الحزم الا يأفل والحزم كل الحزم ألا يأفل إن الملك يحافظ على نفسه إن النجم ده لا يأفل. أيروم تدبير البرية غافل يعني في ملك غافل متخيل إنه يعرف ينظم أمور الناس. أيروم تدبير البرية غافل ويقول قوم سعده لا عقله خير السعادة ما حماها العاقل. تمام. كانوا مثقفين ثقافة عالية يا مولانا. طبعا تربية الملوك. ولذلك الملوك انت لو تقرأ أدب الملوك في التاريخ الإسلامي نخلي حلقة أخرى أدب الملوك لأن أنا واضح أن احنا هيبقى في حلقة طيب. كثيرة القصد يعني عشان أنت واضح عند حق كثير يعني الله يعزك. القصد أنه لكن أنا كنت عايز أقول أن هم يعني واضح أن احنا ثقافتنا الحالية أو نخبتنا بجوار هؤلاء القدماء
نعم نحن فسدنا من قرون التخريب والتغريب والغزو الفكري. طبعا طبعا نحن كانوا يعني على الأقل كانوا يقولون الشعر بداهة. ما كانش في يعني ملوكنا العرب كان في حشيتهم دائما مؤرخون. طبعا. وكان لما يربي ابنه يجيب واحد يعلمه أخبار العرب. سنخصص حلقة لأهمية التاريخ. طيب لا بس. على كل حال. نرجع لتاريخ الدول ونشأتها بالسيف. نعم. ماذا بعد الدولة العباسية مولانا؟ الدولة العباسية استمرت حوالي 500 سنة. أيوه. تمام. لكنها لم تظل على القوة نفسها التي يعني ظلت أيوه. في القوة نفسها دولة موحدة حوالي 100 سنة تقريبا. تمام. يعني. ثم المناطق التي بدأت تضعف فيها السلطة العباسية أيوه. المناطق اللي بدأت تضعف فيها قامت فيها دول محلية. أيوه. قامت إزاي؟ إزاي؟ برضو بالسيف بحكم الأمر الواقع. خلينا لنا نتشعب كثيرا في الأمثلة لأن الفترة العباسية طويلة لكن لنأخذ مثلا الدولة العبيدية الفاطمية دولة الشيعة في مصر. دولة الشيعة في مصر. كيف نشأت دولة الشيعة في مصر؟ نشأت في المغرب. أيوه. وثم قامت الدولة في تونس اللي هي كان اسمها إفريقية في التراث العربي. ثم بدأت تتمدد وتتوسع بالسيف حتى اجتاحت مصر. احنا دايما كنا نحفظ لما يعلمونا في مناهج التاريخ من الذي بنى الأزهر الشريف؟ جوهر الصقلي بناء على أمر المعز لدين الله الفاطمي. مين المعز لدين الله الفاطمي؟ هو الخليفة أو الأمير الفاطمي. طيب مين جوهر الصقلي؟ هو قائد الجيوش. يبقى قائد الجيوش حكم وتمدد من الشمال الإفريقي سيطر على ليبيا وسيطر على مصر وبعدين سيطر على الشام وكمان سيطر على الحرمين مكة والمدينة طبعا تحت حكم الشيعة. نعم ظلت فترة تحت حكم الشيعة صحيح حصل يعني لكن وأخذوا شرعيتهم يعني علشان يقولوا إن إحنا خلافة شرعية إنه فتح الله علينا مكة والمدينة. لكن هل هذه الأمور تم تسليمها هكذا ولا خاضت فيها حروب و... في مسائل الدول يا أخي صابر يعني لا رحمة الحقيقة لا رحمة. وفي كتاب اسمه أحكام الأسرة في الإسلام. طيب قبل أن ننطلق إلى كتاب أحكام الأسرة في الإسلام سننطلق إلى فيديو عن نشأة الدولة الفاطمية واستخدام السيف في نشأتها أستاذ محمد لأن أنت يعني كلامك ذكرني بأمور كنت قد نسيتها. فلنذهب لهذا الفيديو عن نشأة الدولة الفاطمية بقوة السيف وكيف تم استخدام السيف لإيجاد نسب لآل بيت الخلافة الفاطمي الشيعي وهو نسب لم يكن مؤكدا لفاطمة الزهراء. فلنشاهد ثم نعود مرة أخرى. لاحق جوهر فلول الإخشيدية والكافورية وقتل منهم الكثيرين في الوقت الذي كتب فيه وثيقة أمان هامة للمصريين أشار فيها إلى ما أوعز به الخليفة المعز من نشر العدل وبسط الحق وإغاثة المظلوم وإسقاط الرسوم الجائرة. قال المعز للمصريين إنه لم يسر إلى مصر لازدياد في الملك أو المال وإنما سار رغبة في الجهاد ونصرة المسلمين وإقامة الحق والسنة في إشارة إلى طموحه بالخلافة وإمامة المسلمين. وحينما شكك البعض بنسب الفاطميين لآل البيت عقد مجلسه بالقصر ودعا إليه كبار القوم وسل نصف سيفه من غمده وقال لهم هذا نسبي ونثر عليهم ذهبا كثيرا وقال وهذا حسبي فقالوا جميعا سمعنا وأطعنا. وفي ذلك ما يدل على اعتداد الدولة الجديدة بقوتها وجاهها قبل اعتمادها على إمامتها وهيبة انتسابها لآل البيت. عدنا مشاهدينا مرة أخرى
فضل محمد حضرتك كنت بتتكلم عن لا انا يعني كان في مقدمه هذا الكتاب فقط كان يقول انه يعني تم الدراسه حول في كتاب اسمه احكام الاسرى تمام في الاسلام ففي مقدمته كان بيتكلم عن الحروب بشكل عام وفكره الحروب وبيقول ان الحروب ظاهره انسانيه طبيعيه وانه من بين كل الاجيال البشريه لم ينعم الا يعني اجيال بسيطه بالسلم ما فيش حروب لكن الحروب هي الظاهره البشريه ولذلك انت يعني لا تجد في تاريخ امه مثلا 60 سنه لا يمكن تجد 60 سنة عمر الواحد فينا مثلا 60 سنة تقريبا لا يمكن أن تجد 60 سنة خالية من الحروب أبدا في أي دولة من الدول دائما هناك حروب دائما هناك حروب يعني الحروب هي الظاهرة الأصل في تاريخ الأمم نعم هي الظاهرة الأصل في تاريخ الأمم وهذا هو يعني أنا أقول هذه هي الطبيعة الإنسانية لأنه الناس في النهاية يتصارعون طبعا وانظر في الدول التي تأسست يعني الدول التي نهضت أيوة أصلها فكرة إن أنتوا عايزين حروب يعني هي فكرة اللي بيقولها واهم وحالم الدول المتقدمة اللي أنت شايفها دي ما عملتش تقدمها إلا بعد ما عدت بمرحلة المخاض كنت أسألك بقى يعني إحنا طبعا سنخصص حلقات أخرى بإذن الله إن شاء الله لما أشرنا إليه وللتفاصيل نشأة الدول الإسلامية وباقي النماذج التي لم يسعنا الوقت لها لو ذكرت لنا نماذج نشأة الدول المسيحية أو الأجنبية أو الحديثة بقوة السيف والسلاح هي تسري عليها نفس الظاهرة يعني الناس اللي عمالين يتغزلوا في النظام الأمريكي والدستور الأمريكي حد فيهم كلف نفسه ويقرأ الدستور الأمريكي ده نشأ إزاي أو نشأ إمتى نشأ في ظل يعني محاربة الإنجليز يعني هم الجماعة الأمريكان دول عايزين يستقلوا عن الإنجليز وعلشان كده حتى ثبتوا في الدستور مبدأ حق حمل السلاح للشعوب حمل السلاح للشعوب الشعوب علشان الشعب لا يغري مستبدا بالاستبداد يخاف منه يخاف منه وطول ما الشعوب مسلحة وعندها سلاح طول ما الحاكم بيفكر 100 مرة قبل ما يبدأ يواجه أي طغيان والشعب كده مسلح مولانا في الشارع ده أنا عايز أقول لك الشعب لما يكون مسلح هذا هو أحفظ للحق يعني الصعيد مثلا لا تنتشر فيه سنخصص حلقة لموضوع السلاح لكن العناصر بشكل عام نشأة أمريكا نفسها نشأة أمريكا هي نشأة استقلال عن الإنجليز إيه يعني إيه استقلال عن الإنجليز يعني حروب وكفاح يا مولانا ما فيش حاجة اسمها مظاهرات بس إحنا يعني من كثرة يعني من كثرة غزونا دلوقتي المثقف أصبح يقرأ جرايد ويسمع الفضائيات المثقف يعمل ايه ده المثقف اللي هو بيقرا جرايد ويسمع فضائيات حلو بيتابع الفيسبوك والجرايد والفضائيات ما فيهاش الثقافه الحقيقيه دي كلها ثقافه التكاوي يعني اللي هي الاستهلاك اليومي لكن الثقافه الحقيقيه تقراها في الكتب فانت يعني لن تجد في الكتب لما تتكلم عن حرب الاستقلال تتكلم عن حرب الاستقلال يعني سنين من الحروب و والمقاومة والكفاح والاتفاق ويأتي هؤلاء فيحرقوا العاصمة ويأتي هؤلاء ويدمرون وهكذا وفي ظل هذه حروب الكفاح تنشأ الزعامات وفي ظل حروب الكفاح تنشأ الأفكار المؤسسة للدول وتكتب الدساتير التي تعد أصلا ما هو الدستور الدستور هو كما يقول يعني أحد أصدقائنا هو النص الذي اتفق عليه الأقوياء بعد انتهاء المعركة نتاج المعركة هو نتاج المعركة ده اللي اسمه المنتصر بيكتب الدستور طبعاً. يعني العسكر انتصر وكتب الدستور ده الواقع ده الواقع ولذلك أي ثورة بيبقى عندها فكرها المخالف الذي تفرضه إذا انتصرت لازم تشرعنه في دستور وفي قوانين تمام. اتكلم عن الفرنسيين مثلا كيف استقل الفرنسيون استقل الفرنسيون يعني الحرب العالمية الثانية مثلا كيف استقل الفرنسيون مش فرنسا دي اجتاحتها ألمانيا إلى ما قبل الجنوب استقلوا أيضا بحروب بالحروب الإصغاء على ألمانيا وأنا أذكر من المواقف التي لا أنساها يعني حكاها لي أحد الناس يعني دعني لا أذكر اسمه أنه أحد قيادات تحالف دعم الشرعية كان بيكلم وزيرة فرنسية فبتقول له أنتوا عايزين حرية سهلة لا حرية سهلة ازاي ده احنا متمنين 4000 في يوم قلت له يعني ايه 4000 فرنسا ضحت بنص مليون قتيل علشان تتحرر هنا يظهر الفارق بين قراءة التاريخ وبين التعلق بالشرعيات الدولية والراحة بتقول على الست الفرنسية قلت يعني ما يعني ايه 4000 يعني هو ده هذا ليس فعلا شوف يا مولانا الحرب العالمية الثانية مثلا في غارة طيران واحدة على مدينة درسدن الألمانية موتوا 300000 غارة واحدة
تمام. ما هو سلم في في الحروب ايه؟ تشرشل كان شعاره في الحرب العالميه الثانيه استسلام المانيا بلا قيد ولا شرط. نعم. مين تشرشل ده؟ تشرشل ده كان واحد قاعد في الكهف ايامها، كان قاعد في خندق وبيتكلم عن المانيا اللي هي مين؟ اللي هي هتلر. هتلر اللي هو اجتاح اوروبا وداخل على روسيا وبيهدد بريطانيا. استسلام المانيا بلا قيد ولا شرط، وكانت المانيا بتدك لندن. المانيا دي اللي هي في ذلك الوقت الوحش القادم اللي كل العالم كان يتخيل انها ستنتصر. ليه ما وصلوش لحل وسط يا مولانا؟ الحل الوسط ده زينا كده ولا ايه؟ لا، الحل الوسط ده يكون في حاله اذا الخلاف اللي بيننا خلاف فرعي مش خلاف اصلي. انت اذا قرات في تاريخ الفكر الاوروبي ستجد عامه ان المانيا يعني كانها نشاز كده في تاريخ الفكر الاوروبي. حتى الفلسفات اللي تظهر فيها تظهر الفلسفات المثالية وقت ما أوروبا تبقى فلسفاتها مادية. تمام. ويعني أنا قبل يعني قبل سنوات كنت أقرأ كتاب اسمه الاستغراب، الاثنين أجانب وحتى الاثنين يهود، يعني واحد منهم أستاذ في الجامعة العبرية لأني كنت ساعتها أؤلف كتابا عن الاستغراب، فكنت استعنت بهذا الكتاب. فالكتاب كان بيثبت في كافة فصوله أن ألمانيا نشاز عن الفكر الأوروبي، وعلشان كده حتى الناس اللي بتنقد الحداثة بتعتمد على مدرسة فرانكفورت، مدرسة ألمانية في الفلسفة اللي هي المدرسة التي تنقد الحداثة والمادية الأوروبية. ده موضوع تاني برضو علشان ما نبعدش. لكن فالخلاف اللي كان بين ألمانيا وبين باقي أوروبا هو خلاف أصلي. كان هتلر عنده فكرة أن الشعب الألماني شعب سيد ولا ينبغي أن يكون في المكان الذي وصل إليه، ولما انتصر على فرنسا يعني أجبرهم على توقيع اتفاقية الاستسلام في نفس عربة القطار اللي ألمانيا وقعت فيها اتفاقية فرساي. يعني لأنه اتفاقية فرساي بتاع استسلام ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. تمام. فالخلاف كان خلاف جذري وكان خلاف حضاري إلى درجة أنه الأمريكا نسيت خلافها مع الشيوعية وهي بتحارب ألمانيا. يعني حتى كانوا يصفوا ستالين بأنه العم ستالين السائر الشيوعي. أيوة صحيح، هو الشيوعي يعني بس إيه بس سائر، علشان الميديا كانت شغالة ضد الألمان في ذلك الوقت. أستاذ محمد، إحنا الوقت بيدهمنا والحديث لا يزال شيقا ولم يكتمل. نعم. فيعني نستأذن حق نخصص حلقات أخرى إن شاء الله. تعدنا بذلك يعني هذا وعد أمام المشاهدين. إن شاء الله. إن شاء الله. أصلت حق مرات كثيرة فهذا وعد أمام المشاهدين كي ألزمك يعني. نشكرك أستاذ محمد إلهامي واستزدنا من علم حضرتك كثيرا. تسلم. كما نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، وبإذن الله إن شاء الله تكون لنا حلقات أخرى مع الأستاذ محمد إلهامي المفكر الإسلامي حول العديد من النقاط التي أثارها في هذا الحديث، وأنا أول مرة كنت أسمع الكثير منها وتحتاج إلى شرح وتوضيح، ولكن طبعا الوقت لا يتسع لها في هذه الحلقة، فلنخصص لها حلقات أخرى بإذن الله إن شاء الله. فانتظرونا مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.